أريد أن أقول لك شيء. إخوة يوسف أجمعوا على أذية يوسف، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا كلهم. ما الذي جعل يوسف يخرج من هذا البئر ويصبح عزيزا في مصر؟ سبحان الله، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة، مو 11 أخ أو 10 أخوان، الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله لك. ردد: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.